رمضان دايما بيبقى حاجه من الاثنين على الناس من ناحيه الغذاء يعني او من ناحيه الاوزان، يا ناس بتتخن جدا يا ناس بتخس جدا، وده عايزين نعرف سببه وده عايزين نعرف سببه. وناس تانية بتبقى مرعوبة ان هي عشان الحلويات والعزومات اللي زي كده ان هي تخرج عن مسارها تماما، بالذات اللي عندهم امراض، في ناس عندها سكر عندها ضغط حاجات زي كده، فبيبقوا خايفين وفي نفس الوقت مش عارفين يعملوا ايه، والارادة بطبيعة الحال بتبقى شوية ضعيفة برضو. فعايزين نستفيد على قد ما نقدر يعني في الفقرة دي، ونرحب طبعا بكابتن شريف ناجية مدرب لياقة بدنية، ونحاول نربط كده شوية رمضان بالرياضة وربما تعوض الأكل أو كم الأكل اللي بيحصل. صباح الخير في البداية، منورنا. صباح النور، رمضان كريم. الله رمضان أكبر. كريم علينا. زي ما حضرتك قلتي في الأول، موضوع إرادة خلاص، وفعلا رمضان بيعدي على ناس يا اما بتاخد التراك الصح يا اما بتاخد التراك الغلط، وده دايما بيكون بسبب معتقداتنا في رمضان. احنا اهم حاجه عندنا ترابيزه السفره، لازم تبقى مليانه عليها كل حاجه، وده طبعا اكبر حاجه غلط. ليه؟ لان ده بيسبب لنا ايموشنال ايتينج، يعني يجي اول يوم رمضان لازم الترابيزه تبقى مليانه، ننزل نعمل شوبينج لرمضان لازم نجيب كل حاجه، ولا كانه الترابيزه والكراسي اكل احنا نقف مش مهم بس. فعلا وكانه اخر يوم هناكل فيه، يعني الترابيزه من اولها لاخرها. رغم كده ان الصيام اوريدي بعد اول كام يوم بيسبب لك ان المعده الابيتايت بتكون خلاص حصل لها شرينكينج دائر، مش قادره تاكلي بعد 14 ساعه من غير اكل وشرب، المعده ما بتطلبش، وهو ده فايده الصيام، وهو ده اللي بيخلي العالم كله اساسا يتجه على الصيام المتقطع نتيجه او ديبند على رمضان. طب منين المعده بتنكمش ومنين في ناس بتزيد في الوزن؟ بتزيد في الوزن بقى لان هو ده الاختيار، فكره في اختياراتنا. انا اول ما بقعد على ترابيزه السفره ايه اللي بيحصل؟ اول حاجه بتحصل كارثه معجنه بتحصل. فعلا اول حاجه بتحصل كارثه، العصير السكر. حضرتك حتى لو فريش طبعا يعني. فكره السكر حتى لو عصير قمر الدين فريش، ما هي دي الفكره. انت عايز تسحب مننا قمر الدين اللي مش بنشربه غير بالرمضان؟ رمضان ما هو ده اللي انا خايف منه، ان انا بقول للناس ايه عكس معتقداتها. ما هي المشكله ان دي هابس احنا كلنا اتربينا عليها. امال الصح ايه بقى؟ الصح ان انا ما ينفعش استفز الانسولين في جسمي. ما ينفعش اول ما ابتدي بحاجه اديله دفعه سكر جامده قوي. حضرتك هو نايم، ما ينفعش لما اجي اصحيه اروح رشه بميه يعني في وشه. يعني ناخر السكريات، لازم سواء كانت عصير او حلويات. بالظبط. هو رمضان يعني صيام اسلامي، يعني ايه؟ الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيفطر بتمرايه وبعد كده بنصلي وبعد كده نرجع ناكل. فدي خلاص ادت سيجنالز، ادت اشارات للمعده ان هو هيدخل لها اكل. اوكي. فالمعده هيئت نفسها. فاللي بيسيب الثلاث او الخمس دقائق او تفر المده بتاعه الصلاه ويرجع تاني، يرجع بقى على وجبه طبق مش طبق، يقعد بقى ياخد منه من اليمين ومن الشمال ومن فوق ومن تحت وي وي وي، لا حدد حضرتك عايز تاكل ايه زي اليوم العادي. حضرتك يومك العادي بتروح البيت محضر الاكل، طبق رز، طبق فراخ، طبق خضار، وتفر انواعه ايه، او يعني ستارشز يعني كربوهيدرات بروتين خضار. طيب احنا عايزين يحصل كده في رمضان، احنا مش عايزين يبقى الطبق فيه بشاميل وفيه كفته وفيه بانيه وفيه 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 وفيه. فالمعده بيحصل لها ستريس رهيب، لان يا فندم المعده قاعده من 15 ل 16 ساعه ما بتشتغلش. ففجاه حضرتك بتيجي بكميه الدهون الثلاثيه، كميه الكربوهيدرات، كميه البروتين، كميه كل حاجه دي، وبتروح جاي ضاغط عليها، وقبليها ضاغط عليها بعصير، وجاي بعد كل ده الناس عايزه تتفرج على المسلسل وترجع تاني سكريات. تروح جايبه على محوله على السكريات. السكريات اكبر كارثه. بلح الشام بالظبط، اكبر كارثه بلح الشام، الزلابيا، الكنافه. ليه؟ لان دي خلاص دي ما فيهاش نقاش في عمليه هضم. يعني الفاتس الدهون ليها نقاش في عمليه هضم. على حسب حضرتك حرقك، حرق حضرتك، كل واحد فينا يختلف. والجينات هي اللي هتكسب. انت شايف علامات الاحباط اللي اترسمت على وشها؟ جدا. وعلى فكره الاحباط ده مش على وشها بس، الاحباط ده على اي حد انا بكلمه على رمضان في الاسلوب ده. هنعمل ايه بلح الشام؟ طب يا كابتن شريف، طب بالمناسبه بند الاكل والفطار والتعامل مع الاكل في رمضان اكيد هنرجع له، ده طبعا ملف في منتهى الاهميه. انا بس عايز اخدك براه لثواني، هنتكلم برضو على موضوع بيخيلي ان هو يهم ناس كتير جدا طبعًا. سواء الرياضيين اللي بيلعبوا طبعًا. رياضات بشكل منتظم، او حتى الناس اللي بتروح الجيم باستمرار طبعًا. في رمضان الدنيا بتتكعبل، ما بيبقوش عارفين الصح ان احنا نروح الجيم قبل الفطار ولا بعد الفطار، هل نلعب واحنا صايمين ومفيش ميه في جسمنا، ولا نستنى لبعد الفطار، ولو بعد الفطار نروح بعد الفطار بكام ساعه. يعني
الملف ده عموما لفكره الجيم بالزبط. في رمضان لان في ناس تقول عارف كده يقول لك قبل الفطار احرق اقطع انا بحس ان ده تعب جدا مش عارف خلينا نوضحها بشكل علمي خلاص نبسطها للناس عشان الناس تبقى فاهماها مش واخده اوردر يعني اوكي حضرتك احنا قعدنا صايمين 14 ساعه واحنا دلوقتي في الساعه اللي هي قبل الفطار اللي هي الساعه 15 حلو الجسم ما فيهوش ميه فاوريدي الجسم في حاله جفاف فحضرتك احنا لما بنروح نعمل رياضه اهم حاجه بتحصل اثناء الرياضه هي ايه ان انت تشرب ميه وتشرب ميه كتير ودايما احنا يعني في الميدل ايست دي مشكلتنا شرب الميه لو روحنا ناحيه الغرب شويه بيروحوا الجيم يعني لما بنسافر بره لو حد سافر بيروحوا الجيم بجالونز مش بازايز خلاص فاحنا اوريدي دي عندنا مشكله او عندنا ان احنا مش فاهمين قد ايه الميه مهمه فالساعه ال15 دي الجسم بيحتاج لكل نقطه ميه فيها فانا ازاي هروح التمرين اخلي الجسم يتخلص من شويه الميه اللي هم اساسا بيعملوا سيرفايف يعني بيحاولوا ينقذوا الاعضاء الداخليه بتاعه الجسم الاورجنز فانا كده ده ممكن يسبب لضغط عالي لهبوط حاد في الدوره الدمويه ساعات يؤدي لمشاكل وفاه وعلى فكره عندنا امثله من الممثلين ومن المذيعين يعني توفاهم من الله. اخر سنتين في اخر سنتين الله يرحمه ممدوح عبد العليم كان اخرهم وعمرو صديقي طبعا الله يرحمه ويعني وكذا حد اتلحق فده دليل على ايه ده دليل ان ما ينفعش احنا عندنا نوع من الرياضه هو اللي ينفع قبل الفطار من 30 ل 40 دقيقه فقط وهو المشي سواء كارديو او في تراك او هو كارديو نوع من الكارديو اللو انتنسيتي اللي هو الخفيف اللي حضرتك بتقولها دي يا جماعه يا ريت انا بطلب بس من الاعداد لو تنزل سترابه لان دي في غايه الاهميه ده تصريح عن كابتن شريف الجيم قبل او الرياضه قبل الفطار في غايه يعني الخطوره يا ريت دي نزلها عشان بجد ده موضوع فعلا يعني ناس كتير جدا بجد بنشوف ناس بتلعب كوره قبل الفطار بنشوف ناس كتير اعرفهم حتى بيروحوا الجيم قبل الفطار انا طول عمري بقول ان ده غلط ده احساسي يعني من غير حتى هو فعلا هو فعلا غلط بس هي فكره ان احنا رياضه الجيم حضرتك بتروحي تعملي ستريس على عضله معينه فالستريس لما انا بروح اعمل مثلا سي انا عملت ستريس على البايسبس فانا لما بتمرن بشده عاليه بعد 10 دقائق ايه اللي بيحصل فيها ماسل بامب طب البامب ده العضله بتكبر جايز تكون الضعف كمان طب ده بيحصل ازاي نتيجه ان اللاكتيك اسيد بيروح يبعت ميه للعضله والقلب بيحس بستريس في عضله معينه فيبعت لها فلويدز بيبعت لها دم الدم ده بيبقى فيه الغذاء فبيروح موجهه على طول للعضله طب احنا حضرتك محتاجين ده في مناطق تانية طيب يبقى نروح الجيم بعد الفطار بقد ايه مش اقل من 45 دقيقه وعلى حسب فطاري انا لو فطران خفيف يعني كميه نشويات صغيره كميه بروتين صغيره كميه دهون صغيره خالص اوكي ممكن ابتدي من اول 105 يعني اول ساعتين الا ربع كده خلاص ساعه ونص ساعتين الا ربع يعني مش قبل ساعتين وابتدي شده التمرين شده التمرين تزيد طيب في سؤال لو مثلا انا هروح الجيم قبل الفطار على طول يعني مش هدي نفسي فرصه ان انا اتعب بقى هل برضو غلط قبل الفطار على طول مثلا غلط جدا هو لو ربنا بيسلم فده يعني الحمد لله الخطوره ملهاش علاقه بالتوقيت لكن احنا بننصح دايما الناس اللي عايزه تنقص وزنها ان احسن ميعاد للكارديو عشان الجسم بيكون بيحرق من مخزون الدهون بنسبة أكتر من 100% النص ساعة اللي قبل الفطار حضرتك أنا بتمشى بعمل كارديو تمشية شدة خفيفة يعني ما عملش سبرانس ما عملش حاجات شدتها عالية هاي انتنسيتي هاي انترفلز على الهادي يعني بالظبط طيب بالنسبة للسيدات بقى لأن السيدات يعني بنسبة أكبر أعتقد في رمضان ممكن يكونوا عرضة لزيادة الوزن لأنهم بيبقى عندهم مسؤوليات أكتر حتى لو بتشتغل بيبقى عندها بعد كده أن هي تجهز السفرة وحاجات زي كده وأنت عارف في مصر يعني الرجالة مش بتساعد قوي دي حقيقة ظروف والله بنشيل ونحط من على السفرة وناكل وفي بعض الأحيان بنغسل الأطباق كمان في الآخر ما بيتشافش عندنا كلنا ماشي في كل بيت فالمهم فهم بيكونوا شوية عرضة أكتر إن هم يعني يزيد وزنهم يعملوا إيه؟ يعني في أي نصايح معينة ممكن حاجات تدريبات في البيت أو أكلات معينة أو مثلا شرب حاجات معينة أول حاجة أنا هنصحها فعلا الستات حرقها most probably بيكون اضعف من الرجاله فهي اي حاجه بتعملها غلط على طول بتبان عليها خلاص فده دي حاجه خلاص احنا مسلمين بيها كلنا يعني دي سنه الحياه فاحنا ننصحهم في الاختيار زي ما احنا لسه قايلين من شويه بنعمل فلاش باك ننصحهم في الاختيار يعني يا سيدتي لما تيجي تفطري ما تمليش طبقك على الاخر حضرتك عامله مجهود جبار يخليكي تحرقي دهون بشكل كويس جدا قبل الفطار حضرتك عامله مجهود جبار
جبار. وقفه المطبخ دي في الحر والصهد والمالتي فانكشن بتاع الدماغ، ان انا اسوي ده واعمل ده واشيل ده، ولو في ولاد وفي ستريس، فانا عايز استغل ده ان انا احطه في 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 التراك الصح، ان هي بقى اذا كملت كده، لان المساله مساله نفسيه بحت، وهي نفسية هي هو رمضان صح. هو رمضان ارتباط نفسي ارتباط نفسي بالاكل. انا ليه بروح اعمل شوبينج برقم كبير جدا عشان احطها على ترابيزه السفره؟ ده فيا فندم ما تحطيش ده طبقك، البورشنز اللي هتشبعك وكويس. بلاش عصاير برضو، بلاش عصاير دي برضو انسولينك. انا عايزه التصريحات حاجه بتقولها دي في غايه الاهميه يا جماعه، بليز تنزلوها لنا استرابات لو سمحتوا. يعني العصاير برضو حضرتك من الحاجات المضره، وندي الناس برضو اوبشنز عشان برضو ايه ما نخنقش على الناس قوي، واحنا مش بنديها حلول. على فكره بيبسي الدايت احسن مليون مره من البيبسي العادي، ومش عايزين نتطرق لقصه الصودا بجد، اصل دي نقطه برضو مهمه. في ناس تقول لا، في ناس تقول ده زي ده صح، انت بتسمعها؟ انا عشان مش بستطعم، ما بحبش طعم الدايت عموما، اي مشروبات غازيه بطعم الدايت يعني، او بتبقى بتكون دايت، ما اعرفش. انا بستغرب حتى اللي بيحبوا طعمها. بص يا استاذ كريم، خليني اقول لك على حاجه، المساله دي في الاول، بعد كده هتعتاد عليها، لان حضرتك حابب، لو حد بيحب البيبسي فهو حابب الماده بتاعت البيبسين. ما تيجي نقول مشروبات غازيه، مشروبات غازيه عشان ما يبقاش بس احنا سوري. ده احنا غرقنا الدنيا اعلانات احنا لا سوري صح، احنا يعني بنتكلم على الماده، هو ده اسم الماده نفسها بالمناسبه، يعني مش قصدي على المنتج. بيبسين ماده البيبسين خلاص. الماده دي احنا بنحب طعمها، فموضوع السكر ده، الراشنج بتاع السكر ده، حضرتك بعد اول اسبوع هتتجاوز الموضوع. وموضوع فعلا الصودا الدايت، هو السكر فيها ده سكر محلى مش سكر. وعلى فكرة الحاجات دي خضع لوزارة الصحة العالمية، خضع لمليون اختبار، مستحيل بنسبة 1% ان هو يبقى غلط. خلاص، لان دي مش مسألة دولة، دي مسألة عالمية، دي organizations. واحنا خلينا نقول ان في ناس ما بتحبش الصودا كتير، فخلينا برضو نديهم option تاني يا جماعة. لموناتا بسكر دايت، متحلية بسكر دايت، بنعناع، بتلج، اوكي يعني بالبلدي كده شفشق، خلاص يتحط نروي بيه عطشنا، وناخد برضو منها الاملاح والمعادن اللي الجسم عايزها، وبرضو ايه ندي المعده بس ايه بريك اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو الاربع خمس دقائق ده. هو مش الليمون بالنعناع بيعمل مشاكل عند نوع معين من البني ادمين اللي عندهم كعبلات في المعده؟ طبعا، قرح معده، التهابات في جدار معده، مظبوط طبعا 100%. وعشان كده برضو ارجع لحضرتك واقول لك الليمون ما يبقاش كتير. أوكي. يعني فعلا انا كنت راجع لحضرتك اقول لك الليمون يبقى النعناع اكتر من الليمون. اوكي خلينا برضو نتطرق ان الناس اللي عندها المشاكل دي برضو في عصاير كتير من الانواع التانية، من غير ما ندخل في تفاصيل، برضو هتسبب لها المشكلة. فهو اساسا الناس اللي عندها مشاكل في المعدة بالذات القرح، هي مية مية، يبقى بننصح في الحالة دي مية بس. وندي المعدة البريك ده، لان ده برضو مهم جدا، وبعد كده نرجع تاني، لان عنده مشاكل المعدة لما بيجي يعمل استرس الريسك بتاعه بيتضاعف عننا احنا الطبيعيين. بيتضاعف جدا. حضرتك لو اكلت اكلة كبيرة يعني تقلنا شويه وحضرتك ارتحت ساعه 2 3 مش لاقي نفسك برده مرتاح، ممكن توصل معاك ان حضرتك مش عارف تتسحر. ما هو ده نتيجه ان انا عملت عليها ستريس زياده عن اللزوم قوي. بالمناسبه اتفضل، السحور برده نقطه مهمه، لان ده اللي هيتبني عليه يعني حجم مقاومتك للجوع والعطش ثاني يوم. اقول لحضرتك حاجه، السحر ايه السحور الامثل؟ احنا كمصريين بنتسحر صح قوي، وبنفطر غلط قوي. وعلى فكره النتيجه دي مش يعني مش عشان احنا قاصدين نعملها، النتيجه دي عشان احنا بنضغط في الفطار، فما بيبقاش عندنا نفس في السحور، فلما بنيجي نتسحر بناخد حاجات خفيفه. فمعظم المصريين بيتسحروا زبادي لايت او زبادي عادي، يعني شويه فول صغننين، شويه جبنه قريش، شويه بيض، ومثلا نص رغيف بلدي. وعايز اقول لك ان ده السحور الامثل. يعني الجبنه القريش، البيض، شويه فول صغيرين، شويه كاربز يعني عيش او توست او ايا كان، برضو صغيرين، لان احنا هننام، فانا ما ينفعش اتقل خالص. يعني ما تتسحرش من الفطار بقى، في ناس تتسحر الحاجات اللي بتاعت الفطار اثناء الصيام بالذات لو بيشتغلوا، الله يكون في عونهم، لان حضرتك الاملاح اللي في الوجبه دي هتقتلهم تاني يوم. صح، بتفق مع حضرتك. على كل حال الوقت بيجري، فعايزه بس اروح مع حضرتك اخيرا كده لاخر نقطه، يعني الناس اللي هي ما بتشربش ميه كتير وما لهاش حل، وما بتروحش الجيم وملهاش حل، في شخصيات كده، عشان برضو اخر سؤال نختمه بده، يعملوا ايه؟ حضرتك جيتي لاهم موضوع، موضوع الميه. موضوع الميه هو اهم حاجه في رمضان اوريدي، لا لرياضي او غير رياضي. الرياضي لو عايز يحافظ على عضلاته وينزل دهون اكتر، لازم في الاوقات ما بين الفطار وما بين السحور يشرب
اكبر كميه ممكنه من الميه وده على فترات مش يعني ما يقعدش يضغط نفسه بالميه يعني قدامه كوبايه يخلصها بعد كده جسمه هيعوز كوبايه ثانيه لان الاملاح والمعادن اللي في الميه بينشفوا الريق فاللي معود نفسه على شرب الميه هيفضل يشرب ميه واللي مش معود نفسه على شرب الميه مش هيعرف يشرب ميه لانه مش هيحس باحساس العطش هو ما فيش حد في البيت جوه بيحس باحساس العطش صعبه الا لو الاملاح زايده عن حدها طيب كريم من الناس دي تقريبا ما بتشربش ميه خالص مساله تعود ولو حضرتك عودت نفسك ان انت كل شويه تشرب حاجه صغيره هتلاقي ريقك على غصب عنك للاسف يشرب. منين ما احس بالعطش بحس بالارتواء اكتر بالمواد اللي هو يعني الغازيه يعني المشروبات الغازيه بحس ان هي بترويني اكتر وطبعا ما عنديش شك في ان ده غلط وتقال لي الموضوع ده كتير وبحاول يعني الى حد ما اغير من العاده دي ودي مشكله معظم الناس ان هم ربطوا الموضوع ان هو لما يجي يعطش يشرب عصير او مش حابب طعم الميه يعني هو جسمه بقى رافض او دماغه بقت رافضه طعم الميه فده دايما مش صح هي تعود مش 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 عدم استحسان لطعمها وبس تحس ان صح. ان المشروبات الغازيه فيها ستيم كده تحس ان انت بتشرب حاجه لكن ميه محايده يعني هو مشكله صيصه كده ما تبقاش فاهم لها حاجه بس بتودينا في حته كلنا مش عايزين مشاعر مش عايزين نروح فيها معلش ممكن قبل ما نختم اسال برضو عن حاجه صغننه كده جدا اكيد نعمل ايه لما نكون في عزومه واحنا عندنا ده وده بيبقى دليل على كرم يعني ما مش بننتقد بس في ناس دايما تضغط عليك لا عشان خاطري كل كذا عشان لو بتحبيني كل كذا ولا مش قادره اكل يعني بس بيبقى لو انت معزوم عند حد بيبقى نوع من الكرم يعني ودي عاده عندنا نعمل ايه معلش انا بسالك سؤال ربما اكيد بيتسال لك من الناس اللي بييجوا يتمرنوا معاك ده, 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 ده سؤال في كل بيت حاجه مش بتبقى بارادتنا وبيضغط علينا نهرب ازاي نعم ده سؤال انا نفسي يعني بتحط فيه فده الطبيعي بتاعنا اول حاجه انا بقول ان احنا نحط في الطبق بتاعنا الكميه بتاعتنا عشان لما يعزموا علينا تاني وناكلها بطيء عشان لما يجوا يعزموا علينا يلاقوا الطبق اوريدي فيه فانا لسه ما خلصتش وابتدي اخد من كل حاجه حاجه بسيطه على دليل ان انا دقت الاكل كله فانا ساتسفايد خلاص انا راضي وانا دقت الاكل كله جميل وابديت رايي ان الاكل جميل فخلاص مش هنضطر على موضوع الدوس لان موضوع الدوس ده يعني هو هيبسط حضرتك هتزعلي والله يعني تيجي الساعه 10 11 هتلاقي الموضوع لسه ما اتهضمش انت نورتنا يا كابتن شريف واكيد هتبقى معانا تاني لان يعني الناس اكيد عايزه تستفيد لسه بمعلومات كتيره شكرا ليك نورتنا صباح الفل عليك وكل سنه وانت طيب ميرسي يا فندم هنستاذنكم هنطلع فاصل سريع ونرجع مره تانية نكمل بقيه فقرات الحواريه اتفضل